قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. ثم قال عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد قال: وأنه لا نبي بعدي. هذا التأكيد، لأنه إذا كان خاتم النبيين فيفهم من ذلك أنه لا نبي بعده. فلماذا جاءت هذه الجملة؟ أليست جملة وأنا خاتم النبيين كافية؟ كافية، لكن جاءت هذه الجملة فقال لا نبي بعدي. جملة لا نبي بعدي هذه تسمى عند البلاغيين بماذا؟ تسمى إطنابا. الإطناب أن يزاد في الكلام على المعنى المقصود، فإن كان لغير غرض سمي حشوا وعبثا ولغوا، وإن كان لغرض سمي إطنابا، وهذا هو الإطناب. إذا ما الغرض من هذا الإطناب مع أن جملة أنا خاتم النبيين كافية؟ ما الغرض؟ التأكيد على أنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. فهذه الجملة جملة إطناب لتقوية المعنى. ما هو المعنى؟ أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام.